في ناس برضع ذكائك بيعملوا اضعاف فلوس وتلاقيهم عايشين العيشة اللي انت عايز. في ناس بيعملوا في اليوم اللي انت بتعمله في السنة. النهاردة هقول لك ازاي الناس دي بتعمل الفلوس دي. مبدئيا لو انت اول مرة تشوفنا هنا فدي قناتنا التانية بنتكلم عن كل حاجة تخص الفلوس، ازاي تعلم مصادر دخلك، امتى تحوش، امتى تستثمر، كل حاجة ليها علاقة بالماليات. فلو دي حاجة تهمك ومفروض تهمك ما تقدرش انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو ما اشتركتش وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش كل اسبوع. الاسطورة بتقول لو عايز تعمل فلوس بجد لازم تسمع لمكاوي. تعالوا نبتدي. بالمناسبة انا عملت قناة على تليجرام سرية، جروب سري كده للنخبة، للناس اللي عايزة شغل بجد بقى مش بتاعت حجج واعذار. هعلمك كل يوم خطوة بخطوة انا بعمل فلوس ازاي. هبعت لك سكرين شوتات، هبعت لك الخطوات، هقول لك نشتغل مع بعض اول باول. لو انت مهتم تنضم لجروبنا السري ده تعال عندي على انستغرام، اعمل لي فولو، ابعت لي رسالة قول لي فيها جروب، بس اتاكد انك عامل لي فولو الاول عشان اشوف رسالتك، واكتب بكل بساطة جروب. هبعت لك اللينك السري ده عشان نبتدي شغل مع بعض من النهارده. كفاية رغي بقى، تعال نخش في موضوعنا النهارده. ازاي ناس بتشوفها جاية تهرج اونلاين حرفيا ما بيقدموش اي حاجة مفيدة، عايشين عيشة لعب وانبساط وبيعملوا فلوس في ايام ممكن انت ما بتعملهاش في سنين؟ هل الموضوع زي ما معظم الناس بتقول الغلابه انه حظ مغفلين؟ النهارده انا جاي اقول لك ان الموضوع مش كده اطلاقا، مفيش حاجه بالصدفه، ربنا خالق الكون، كل فعل ليه رده فعل. فليه انت بتشوف ناس ما تجيش في عشر ذكائك شايفهم حرفيا مغفلين وبيعملوا فلوس كتيره جدا؟ ايه اللي عندهم مش عندك؟ لو انت سالت نفسك السؤال ده فانت على اول الطريق، انت كده ماشي صح، بس اللي فارقهم عنك الثلاث حاجات دول. اول حاجه الناس دي الاغبياء اللي انت شايفهم دول مش فارق معاهم منظرهم قدام الناس، حرفيا بيجربوا كل حاجه تيجي في بالهم وبيعكوا اكتر ما بينجحوا. الفرق بينهم وبينك انك انت عندك ايجو فارق معاك منظرك قدام الناس، هم لا، هم كده كده شايفين نفسهم في اللالا ولا حاجه، فبيجربوا اكتر بيعكوا اكتر، فنسب نجاحهم اعلى جدا منك بكتير. الموضوع يبان الف ب، بس انت مش متخيل كميه الناس اللي بتخاف تجرب، اللي بتقعد تقول الناس هتقول عليا ايه لما يشوفوني كده. انت مش متخيل حرفيا النسبه تخوف. بيجي ناس في تدريب الاونلاين حرفيا جهابزه دماغهم حلوه جدا، وكل معطله انه خايف يبقى شكله وحش، ما بهركش اللي هو معطل نفسه عشان هو ذكي بيفكر كتير عن فلوس كتيره جدا عشان هو بس فارق معاه شكله قدام الناس. تاني سبب الغبي من كتر غبائه بيفكر دايما بطريقه ايجابيه، ما بهركش بيفكر اللي هو هيخاطر فيه ده في ال10% اللي ممكن ينجحوه مش في ال90% اللي ممكن يفشلوه. الذكي العكس، الذكي بيفكر في 90% اللي ممكن يفشلوه وبيسيب ال10% اللي ممكن ينجحوه. الذكي بيفكر في المليون طريقه اللي ممكن الموضوع يفشل بيها، الغبي العكس وعدم التشاؤم ده بينجحهم فعلا. ما بقولكش ان كل اللي بيجربوه بينجح، بس طريقه التفكير دي المايند سيت دي بتخلي فرص نجاحهم اعلى بكتير من الطبيعي عشان بيجربوا وبيعكوا كتير ودايما باصين نص الكوبايه مليان مهما كان صغير. الذكي العكس بيفكر في نص الكوبايه الفاضي دايما، الكوبايه مليانه 10% بس. الغبي بيفكر في ال 10% دول ازاي ممكن الموضوع ينجح، والذكي طبعا بيعطل نفسه بيفكر في ال 90% المنطقيين اللي ازاي ممكن الموضوع يفشل. عايزك بس خاطر ما تخافش تنط في البحر، خلي عندك ايمان ثقه في نفسك وفي ربنا، ربنا ما بيضيعش تعب حد. بطل تشاؤم بس ونط في البحر، ما تخافش. المخاطره دي انت خايف تنط في البحر، بس الخوف ده عامل زي البحر، انت بتبقى فاكر انك هتغرق، بس هتنط هتلاقي الموضوع ايه واسع، يخوف، بس العمق عمق 50 عيال صغيره، هتتبلى بس هتعرف تمشي مش هتغرق وهتعرف تسلك. نيجي هنا بقى لتالت سبب وده مهم، ان الاغبياء ما بيقعدوش يفكروا ويخططوا شهور وسنين. الذكي العكس، الذكي بيفكر كتير بيخطط كتير لدرجه ان هو بيطلع لنفسه اعذار تخليه يبطل. الغبي بينام على الموضوع يومين ثلاثه بيلاقي نفسه لسه بيفكر فيه، يقول ما تيجي نجرب بقى ايه اللي هيحصل. يعني لو انت مشيت زي الغبي في الحته دي ما خلتش التفكير والتخطيط الكتير يعطلوك، صدقني هتتعلم اكتر بكتير وهتاخد فكره اكتر بكتير بالتجربه مش بالتخطيط. ما بقولكش تخش في الموضوع من غير تفكير، فكر يا سيدي بس يومين ثلاثه اسبوع بالكتير. الخطوه اللي بعديها بقى انك تنفذ، تكمل تعليم وتخطيط بس بالتجربه، تعك بقلب جامد وتشوف ايه اللي ممكن يتظبط، ساعتها خطط على اساس تجربه مش على اساس فيديوهات انت عمال تتفرج عليها، كلام الناس اونلاين وهكذا. كفايه تخطيط وكفايه تفكير. لو انت نايم على الموضوع بقالك شهرين ثلاثه في تفكير انت اوريدي فكرت كتير جدا، عايزك تجرب بقى، عايزك تنط في البحر. وده نفس الكلام اللي احنا بنعمله بالظبط في التداول. ادخل سجل على منصه اكسبت اوبشن من اللينك تحت في الديسكربشن في الكومنت برده، وتداول بايدك معانا قوي بقى كل اسبوع على الحساب التجريبي لحد ما تتعلم، بعد كده بخش بفلوس حقيقيه. ولما تبقى جاهز تخش بفلوس حقيقيه استعمل الكوبو كود اللي قدامك ده هيديك بونص على وضعه من اول ايداع ليك من اول 20 دولار. سواء بقى نعمل خمس عمليات تداول بتوع النهارده، كفايه رغي، عايزين نعمل شويه فلوس.
وبس كده. زي ما انت شفت مش مهم انك تخسر، المهم انك تكسب اكتر من انت خسرته فتطلع باكتر من دخلت بيه. ادخل سجل على منصه اكسبو اوبشن باللينك تحت، متنساش في الكومنت برده، واداو بايدك معانا او بقى كل اسبوع عشان تعلم صاحبك متفرجش بس. ولو عندك اي اسئله سيبها تحت في الكومنتات. اشوفك الحلقه الجايه.